Terima kasih telah menonton! السلام عليكم انا فاطمه الزهراء يوتيوبرز مغربيه من قناه سيل تاتي وربه بيت جيت اليوم باش نتشارك مع كل ام مغربيه وكل ربه بيت التجربه ديالي اللي خديتها في هذا المجال ديال ديال البيع والشراء وبغيت نتشاركها معكم علاش باش كل وحده تاخذ فكره وباش كل وحده يعني ماشي شي وحده يعني كتكون صافي زوجات ولدات وليداتها كتقول صافي يعني صافي خاصني نبقى جالسه في الدار لا بالعكس اذا كانت عندك واحد وكان عندك واحد الاراده كتقدري تبداي بشي حاجه بسيطه كيف ما بغات تكون مهم باش تحركي ويكون عندك المصروف ديالك في الجيب ديالك ما تبقايش دائما عواله على يعني على 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 راجلك او المهم ما تبقايش معوله على شي حد صافي آه هذا الشيء اللي فكرت فيه حتى انايا يعني كنت دايره القناه كنت دايره فيها اليوميات ديالي قلت يعني خاصني نحركها شويه ونحرك باش حتى انا نستافد من يعني من هذا العالم ديال الانترنت فكرت ندير بيع وشرا آه خديت شي شي معنات غير قلال بساط 18 قلت غادي نشوف يعني غادي نتيستي يعني الزر ديالي واش غادي يكون واحد الاقبال ولا ما غيكونش واحد الاقبال الحمد لله خديت هذيك المعنات لقاو واحد الاقبال بديت كنتعامل مع الناس داخل كازا وخارج كازا أه بحال دابا اللي تيبغي شي حاجه كنصيفط ليه كنخدم بالتليفون كنحط لهم الواتساب كنحط لهم الو... كنحط الواتساب ديالي واللي كيبغي شي حاجه كيدير لها سكرين كيصيفط وكان وكنصيفط لهم السلعه ديالهم انا المره الاولى ما بديتش يعني حتى ب 2000 درهم صحيحه ما بديتش بها فهمتي حيت بديت بشي حاجه قليله قلت ما نقدرش غير نجي نغامر ولكن الناس ملي كيشوفوا فيك واحد المصداقيه وكيشوفوا فيك يعني بان عندك الجوده في السلعه ديالك يعني راه شي تيقولها لشي وخصوصا دابا في بنادم في الانترنيت بنادم ولا كلشي تيعول على يعني الانترنت هادشي هادشي اللي كاين صافي ودرت المحل الاول الحمد لله وكانوا فيه الماعن بكميه كثيره وخدمنا برا المغرب و يعني كنصيفطوا حتى يعني واخا مع هاد الجائحه ديال هاد الوباء هذا صيفطنا برا المغرب وصيفطنا داخل المغرب صافي بقيت في الماعن حتى لقيت لقيت يعني قلت شويه الناس كتسول بزاف على هادشي ديال اللباس كيتمشى بزاف 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 صافي وبقيت غاديه في الدومين ديال الجلابه بقيت غدا في الدومين ديال الجلابه أه صافي وهذا الشيء اللي كاين مهم لقات واحد الاقبال الحمد لله وهذا دابا المحل الثاني كيف كتشوفوه معايا وكنخدم فيه لا ليفغيزون داخل كنخدم فيه لا ليفريزون داخل كازا وخارج كازا الناس اللي كتبغي شي حاجه كتقول لقناتي قناه السيل طاطي كيشوفوا الجليبات كيشوفوا لي موديل كيشوفوا المهم هادشي كامل اللي كاين اللي كاين عندنا كيشوفوا وكيكومونديو عندنا صافي وانا كنرسل لهم السلعه ديالهم وهذا هو الهدف ديالي اللي بغيت نشارك انا مع الام المغربيه ولا ربه البيت المغربيه بغيت نقول لها يعني عمرك ما تيأسي لا في التجاره لا كيتصاوبي الحلوه لا كتخيطي شي حاجه الا كانت عندك واحد العزيمه وكانت عندك واحد الاراده اكيد كتكوني كتوصلي يعني كتوصلي الهدف ديالك اكيد كتكوني الكيان ديالك يعني ملي كيولي عندك واحد المدخول ديالك انتيا نفسك يعني كت يعني كت كتستغني على بزاف د الحوايج واي حاجه بغيتيها يعني كتكون عندك القدره باش كتشريها يعني كتحسي براسك راكي فريمون راكي كاينه ماشي ماشي هذا الشيء اللي أه دابا انا كنصور فيديو يعني كنصور فيديو في الانترنيت اولا كندير لايف المهم اللي بغى يدخل يشوف مرحبا بي قناه سيل أه كيدخلوا كيتفرجوا اللي كتعجبو شي حاجه كيدير كيصورها إذا كان داخل كازا راه كنصيفطو عليه مع اللي حتى الباب ديال الدار كياخذ كي السلعه سلعة وتي... السلعه تيخلصها و الامانه ديالو الناس اللي برا كازا كنعطيهم النيميرو دو كونط ديالي كيفيرسيو ليا فيه الفلوس كي سول يا في لو ميم جو كنصو كنصيفط لهم السلعه بحال دابا على حد الناس ديال اكادير 24 ساعه كتوصلهم السلعه الناس ديال الصحراء وهذاك الشيء كتشرب لها 48 ساعه والحمد لله خدامين مع شركه كبيره ديال ترونسبور كتوصل لهم السلعه حتى الباب ديال الدار ديالهم وبثمن بزاف رخيص 40 درهم انا كنحاول الكليان ديالي دائما كنقلب لهم على يعني البلاصه اللي غادي يرتاحوا فيها ماديا ومعنويا هذا الشيء اللي كان لا دبا الحمد لله صراحه المره الاولى اللي كان عندي واحد تخوف يعني منين يلا نهار الاول شويه السلعه ولكن كيف قلت لك يعني بما انه كان عندي واحد الاصرار وكان عندي واحد الهدف بانني باغا نوصل لواحد البروجي والحمد لله انت كيف كتشوف اللهم بارك الحمد لله يعني مقتنعه واي حاجه بغيتها كان كنديرها المهم عندي فلوسي في جيبي وصافي مسخنا جيبي ومسخنا بسطامي وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للجلاب انا كندير كل حاجه بلديه انا تخصص في الجلابه المغربيه الجلابه المغربيه دابا بحال دابا الوقت ديال البرد تنخدموا الفودان كنخدموا الكاشمير ديال برا بالطرز كاين بالرباطي كاين بالكمبيوتر كاين بالراندا كاين بالعقيق المهم اي حاجه ديال الجلابه المغربيه كاين الروميه كاين آه، كاين البلديه كاين اللي يعني المخزنيه كاين الإيفاز المهم اي نوع ديال الجلابه يعني كنخيطوه وكنجيبوه المحل ديالنا والحمد لله عندنا الجوده لا في الثوب ولا في الخياطه وكذلك الثمن جد مناسب يعني في المتناول ديال جميع الطبقات كل شيء يقدر ياخذ جلابه بالنسبه لدابا دابا لهذا الوقت هذا اللي حنا فيه يعني اللي عليه اقبال هو التوب يعني ديال الفودان لان الفودان حريري ودابا الناس ما كتبغيش هذاك الشيء اللي كيكون بزاف تخو شارجي دائما كيبغيو جلابه بلديه و اون ميم طون روميه يعني كتقدري تلبسيها غدا الخدمه غدا فهمتي شي حاجه اللي مانيوال كتلبسيها دائما يعني شي حاجه اللي كان يعني كتكون الاستعمال اليومي انا فضلت الجلابه على المواعن علاش لان المواعن يعني كيكون فيهم شويه ديال الكسور فهمت يعني هما بحال دابا بعض المرات يعني كتوصل السلعه لشي حد مع طريق ترونسبور كتوصل شي حاجه مهرسه انا ما كنرضاهاش كنعاود نغرمها يعني ب... فهمتي يعني كنعاود نصيفط لي حاجه اخرى فهمتي كنعاود نصيفط لي الميم يعني نفس بحال دابا بلاطو كنصيفطو بلاطو يعني المهم كنبغي انا الكليان ديالي ما يضرش ليا انا نضل نصبر ولكن الكليان ما نبغيش يضر ليا لهذا قلت اللهم فضلت نبقى في الجلابه احسن حاجه وانا ما نعشقش شي حاجه سميتها الخياطه وان شاء الله مازال كنفكر ان شاء الله باذن الله لا الامور مازال ان شاء الله كنفكر نكبروا من هاد المحل نديروا كبار ان شاء الله وتحنا كنفكر اكيد بانه ندير جلابه بالاسم ديالي ان شاء الله باذن الله لا الله وهذا الشيء كامل انا صراحه تنقولها وب... يعني بواحد الثقه لان كل ما كانش اليوتيوب ما كنتش غادي نوصل لهذا الشيء اللي وصلت لي انا دابا الحمد لله صراحه القناه عاوناتني بزاف والحمد لله الناس المتتبعات ديالي كاملين يعني دايرين فيا واحد الثقه واي واحد كيشوفني يعني من المعامله ديالي من المره الاولى يعني كتبان لي حسن المصداقيه دابا اللي قلتي لي ستيل طاطي تيقول لك معروفه بجلابه المغربيه ولا يعمرها دار هذا هو المهم هذه هي الخاصيه اللي عندنا اللي عندي انايا يعني. أه لا بالنسبه لي انا ارباح ديال اليوتيوب أه يعني أه ما ما معولاش عليها كاع بالمره ولكن الحمد لله انا معوله على على هذا الرزيق هذا ديال الجلالب ديالي وعلى المحل ديالي هو اللي معوله عليه هو اللي كنخدم عليه رسالة لكل مرأة مغربية وكل أم مغربية ولكل بنت مغربية كنقول لها بأنه خاصك دائما تشوفي الدنيا بأنها زوينة يعني ديري واحد الهدف بين عينيك وإلا خدمتي عليه وكنتي صادقة في المعاملة ديالك داكشي اللي كتجيب يعني كتبيعيه بالدم ديال وجهك وكتبيعيه وصادق ثقي فيا بأنه أكيد غيجي واحد النهار وغادي ينجح وأكيد غيجي واحد النهار وغادي تجازي عليه وبغيت نقول عاوتاني كذلك أه المرأة كيف ما بغيتي لا خياطة لا حلوة لاي حاجه كديريها من دارك الا بقيتي بشويه 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 راه غير بنقطه بنقطه باش كيحمل كي الواد اكيد الا كنتي يعني باغا تخدمي راه اكيد غادي توصلي واحد النهار اشترك الان في قناه اشواق تي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي شريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله